في هذه الأزمات يعني. طيب أنا ودي أتحدث عن القرض الشخصي. متى المفروض أني أخذ القرض؟ وبرضو إذا أخذت القرض هذا وش المفروض أني، هل مقبول أني أخذ القرض مثلا وأستثمر؟ طيب إيش رأيك نتفق على قاعدة أنا وأنت؟ طيب كل القروض الأصل فيها أنها بالنسبة للأفراد، كل القروض بالنسبة للأفراد يعتبر قرار سيء، يعتبر قرار خطأ ولها استثناءات. طيب أوكي؟ نعترف أنها خطأ يعني. هي خطأ. طيب. هي تعتبر خطأ. لها استثناءات. من الاستثناءات على سبيل المثال، تخيل شخص عليه مبالغ معلقة في على الكريدت كارد، بطاقة ائتمانية. البطاقة الائتمانية تعتبر مكلفة، تكلفك تقريبا 26% سنويا تكلفة التمويل. تخيل بيروح ياخذ قرض ب 2% عشان يسدد هذا القرض. هنا نقول ايش؟ قرار جيد. انه هو عليه ديون بتكلفة عالية وبيحولها الى ديون بتكلفة اقل. هذا واحد من الاستثناءات. طيب ايضا من الاستثناءات العظيمة بالنسبة لي، واعتقد انها جزء اساسي ومهم، اللي هو تملك المنزل. تملك المنزل يعتبر اهم استثمار لأي إنسان، تملك المنزل. فأنت اليوم لما تيجي تروح تأخذ قرض عقاري بقسط تحتمل أقساطه، يعني راتبك يحتمل القسط، مو بتورط نفسك، تحتمل القسط هذا، راح تستفيد حاجتين. بنك بيعطيك مبلغ، يؤجرك مبلغ، وأيضا تأمين على الحياة. من منتصف 2018 صارت التمويل العقاري يتضمن تأمين على الحياة، فأنت قاعد تأخذ منفعتين. كثير من الناس يعتقد أن التمويل العقاري يقول سلم رقبتك للبنك، بعض الناس كذا يقول أسلم رقبتي للبنك 20 سنة، أسلم رقبتي للبنك 15 سنة. هل الكلام هذا مش منطقي؟ لا يعني لا طبعا مو منطقي، لأنه البديل وشه؟ البديل أن مسلم رقبتك للإيجار اللي قاعد يأجرك البيت، أنت مسلم رقبتك له. وبنفس المنطقة هذا نقدر نقول أنت مسلم رقبتك للشركة اللي تشتغل فيها أو الجهة اللي تشتغل فيها، ما هو منطق. طيب بنفصل.